فرض الله من الفرائض الصلاة، وأول ما تحاسب عليه الصلاة، يعني كان أمر الصلاة. وبعدها نحن نريد من هذه الأبحاث من نحن نبين لك شروط الصلاة وسنن الصلاة، هاي تصير أنت تعرف على حالك، لكن راح نبين لك أسرار الصلاة وخصائص الصلاة حتى يزداد مشاعرك وتعرف فضل الله عليك الصلاة. كل ما عرفت نفع الشيء تقبل عليه بنشاط، كل ما عرفت الصنف الفلاني ربيح بتفكر تروح تشتري قبل الناس، ايش قال لا هذا بيعطينا نتيجة وروح طيب، قل له كمان لازم نعرف ايش بدنا نربح في صلاتنا وايش ترتب على صلاتنا وصلاتنا ايش بدنا نسوي فينا وايش بدنا تكيفنا وايش بدنا تعطينا في القبر والاخره والبرزخ وفي الدنيا كمان، لازم نعرف. وهذا معنى البحث في اثار الصلاه واسرار الصلاه.